مبروك لنادي الوحدات ولعشاق نادي الوحدات، كلنا مع بعض يا شباب. الله وحدات والقدس. كملوها بالتعليقات وبدي لايك يا جماعة، اللايك جدا مهم اليوم، اللايك المتين، اللايك الفخم، اللايك العنيق اللي زي حالاتك جدا مهم اليوم يا جماعة. السؤال مجنني، وين كان هذا الأداء بأول ثلاث مباريات لنادي الوحدات؟ اليوم كل إشي بدك إياه شفته، أسلوب لعب، تكتيك، قتالية في الملعب، افكار في الملعب. بصراحة ترفع القبة على المدرب رائد عساف اليوم، زي ما كنا قاسين بالنقد في اول ثلاث مباريات على رائد عساف، ولكن اليوم ترفع القبة على رائد عساف على هذا الاختيارات بالتشكيلة، على هذا الاسلوب باللعب، على هذا الاداء. طبعا بهذا الفوز رجع الامل بشكل كتير كبير لنادي الوحدات بالتأهل للدور الثاني، بس ان شاء الله ادعو انه نادي ناشئ يغلب نادي الفيصل السعودي وساعتها الامور تصير بايد نادي الوحدات. لو وصلك هذا الفيديو بتمنى تشرفني وتشترك في القناة وتضغط اللايك المتين حالا بالا فعلا، ولايك لعيون الوحدات واشتراك لعيون الوحداتية. خلينا نتكلم عن افضل لاعبة المباراة اليوم. بصراحة الحارس احمد عبد الستار كان اليوم له دور واضح في فوز نادي الوحدات. اللاعب محمد دميري بشخصيته القيادية كمان سجل هدف، يعني كان اليوم محمد دميري عامل من عوامل الفوز، عامل نفسي وعامل تكتيكي، وجوده اعطى ثقل لنادي الوحدات اليوم. خالد عصام نجم المباراة بلا منازع، افضل لاعب المباراة، اللاعب اللي احرز الهدف الثاني، اللاعب اللي كانت له تحركات واضحة مقلقة لنادي السد. انس العوضات كمان كان لاعب ممتاز ولكن عابته سوء عرضياته. احمد سمير اللاعب الرائع، احمد سمير غني عن التعريف، اكبر من انه نحكي عنه بصراحة، لانه لاعب واحد من افضل اللاعبين اللي انجبتهم الكرة الاردنية خلال اخر 10 سنوات. عندك كمان مين يعني، والله العظيم كانوا كلهم اليوم ابطال، احمد الياس، بياتين كانوا كتير ممتازين، حتى محمد انس بالرغم انه اليوم ما شفتوش في النهائي ولكن بيستحق انه نمدحه. خلينا نتكلم عن الافكار اللي صارت بالشوط الاول. شوط اول اعتمد فيه الوحدات على الانضباط التكتيكي، على غلق المساحات على نادي السد، فما شفنا نادي السد اليوم بأي خطورة ممكنة نتيجة إغلاق الوحدات للمساحات وإغلاق الأظهرة. يعني عدم تقدم الشوط الأول مع أبو حشيش وفراش الباية مع تواجد محمد الياس وبياتينج في أمام قلوب الدفاع أعطى عمق في تشكيلة نادي الوحدات، أعطى انضباط تكتيكي، أعطى فرصة لنادي الوحدات أنه يتنظم دفاعياً، والاعتماد على سرعة خالد عصام وأنس العوضات في الهجمات المرتدة. فشفنا حتى اليوم الوحدات تتميز بسرعة التحولات من الدفاع للهجوم بالشوط الأول، فشفنا محمد أحمد الياس وبياتين كانوا قادرين بسرعة أن ينقلوا الهجمة من الدفاع للهجوم، يعني كانت أدوارهم واضحة اليوم. دفاعيا كانوا مثل مسامير على نادي السد، وهجوميا كانوا متميزوا بسرعة الانطلاق وسرعة بناء الهجمة من الدفاع للهجوم. نادي السد نتيجة هذا التكتيك اضطر انه يلعب على الكرة كتير، يلعب على الارض كتير، اغلاق المساحات ادى انه ما شفنا اي خطورة من نادي السد في الشوط الاول، ما شفنا السد اليوم قادر على مجاراة نادي الوحدات بالشوط الاول تكتيكيا من النواحي الدفاعية، من النواحي انه بناء الهجمات، ما كان في راحة لنادي السد انه يبني هجمة بالشوط الاول، فما شفنا اي كرة واضحة وخطيرة لنادي السد، وهذا الشيء اللي كان دور فيه بياتينج واحمد الياس، انه حتى الكرات اللي بتوصل لدفاع نادي الوحدات توصل سهله، قادر دفاع نادي الوحدات انه يتعامل معاها. خلينا نتكلم عن افكار الوحدات الهجوميه. افكار الوحدات الهجوميه كانت تعتمد على الهجمات المرتده بتواجد انطلاقات خالد عصام وانس العوضات ومحمد انس. كانوا الثلاثه متميزين بعمليه التحولات وعمليه التحولات وعمليه تبادل المراكز بين خالد عصام وبين احمد انس،
بين خالد عصام وبين أنس العوضات ساهمت في تشتيت دفاع نادي السد بشكل كتير كبير، ولكن عاب اللاعب أنس العوضات اليوم سوء عرضياته. أنس العوضات لازم يشتغل على عرضياته، اللاعب مهاري، اللاعب سريع، اللاعب ممتاز بشكل كتير كبير، ولكن تعيبه العرضيات. كانت العرضيات جدا سهلة اليوم بالنسبة لحارس نادي السد ودفاع نادي السد، عرضيات أنس العوضات، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. أما بالنسبة للشوط الثاني شفنا نادي الوحدة جريء، شفنا نادي الوحدات والشوط متجرئ هجوميا، صح في انضباط تكتيكي ولكن كمان في جرأة هجومية أكثر، أثمرت كمان عن تقدم محمد أبو حشيش وفراش الباي في أكثر من موقف، خاصة لاعب محمد أبو حشيش بالاعتماد على سرعة أنس العوضات وخالد عصام وانطلاقات أحمد سمير اليوم مع محمد أنس في الهجوم. فصلنا نشوف لما الوحدات يهجم تلاقي أربع لاعبين بحدود منطقة الجزاء ومعاهم بيتنج بساهم من وراء، وهذا الشيء اللي ساعد نادي الوحدات بالهدف الأول اللي شفناه من كرة عرضية ركنية ارتدت من الدفاع تعامل معها بشكل سيء الحارس الشيب، اجت لمحمد دميري الهدف كان جدا مضحك، ولكن هدف كان جدا مهم لزيادة الثقة عن نادي الوحدات بهدف رائع للاعب محمد دميري. نادي الوحدات بالشوط الدفاع نادي الوحدات ارتكب هوفه من اللاعب محمد ابو حشيش، ولكن هذا لا يقلل اليوم من ادواره الرائعة في المباراة. الخطأ اجا واجا هدف التعادل. الهدف الثاني لنادي الوحدات عن طريق اللاعب خالد عصام كان رائع جدا اليوم، خالد عصام بالمهارات الفردية، وبالتالي مهند ابو حشيش بصراحة اليوم كان دوره جدا، محمد ابو حشيش كان دوره جدا بعملية الانطلاقة. شفت يا رائد عساف لما تخلي الاظهرة تنطلق وتتقدم بيصير نادي الوحدات اقوى هجوميا بخطة 4-2-3-1 اللي هي خاصة معتمدة على انطلاقات الاظهرة. فشفنا مهند ابو حشيش اليوم، محمد ابو حشيش بانطلاقته كيف ساهم بصناعة الهدف الثاني اللي تعامل معها خالد عصام بشكل كتير رائع، والهدف الثالث أحمد سمير بمهارة فردية رائعة أحرز منه الهدف الثالث. هذا الفوز بيعطي الوحدات أفضلية جدا، بيعطيهم الأمل بشكل كتير كبير في التنافس، ولكن إن شاء الله نساف اليوم بيغلب نادي الفيصل السعودي حتى ترجع أمال الوحدات بإيده، خاصة أن مباراتنا الجاي مع الفيصل السعودي، وإن شاء الله الوحدات قادر أنه يتعامل معها ويتأهل. ويعطيكم العافية، لا تبخل عليهم الاشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات وتضغط لايك للفيديو. سلام.